السلام عليكم. في التوتوريال ده هشرح ازاي ندخل الهايدرو تيست او نيوماتيك تيست وات ايفر اللي انت عاوز تدخله. اول حاجه هنعمل رو جديده نيم انسرت رو. هو هنيجي في التايب حاجه من الاثنين، لا هنعمل رايت كليك ونقول له هايدرو تيست، لا هنروح دايسين اتش دايركت هيفتح الهايدرو تيست. هو مديك specific gravity 1. specific gravity 1 خلي بالك ان احنا قلنا ان هو دايما بيقسم specific gravity to water، ف 1 معناها ان هو 1000 كيلوغرام بير متر، 1000 كيلوغرام بير متر كيوب على 1000 كيلوغرام بير متر كيوب 1. طب لو هي نيوماتيك في الحاله دي برضه هتروح مدخل 0.0013 اللي هما لو انت قسمت الدنسيتي بتاعت الاير على الدنسيتي بتاعت الووتر، بس احنا خلينا في 1 هي specific gravity بتاعت المياه. عادة لو احنا بنعمل هايدرو تيست، الهايدرو تيست هو 1.5 design pressure بتاعنا، ولو هنعمل نيوماتيك تيست هو 1.1 design pressure بتاعنا. طيب هنا عندنا design pressure كام؟ هندخل على load case ونشوف design pressure. عندنا هنا 2 bars يعني تبقى نضرب في 1.5 هتبقى 3 bars، فبالتالي هنروح داخلين هنا نقول له edge هيفتح، هنقول له عندنا 3 bar. طيب لو البايب دي الفابريكيشن بتاعها بالانسوليشن هتسيب، مش هتعمل check للمارك دي. لو انت عاوز exclude الانسوليشن وهم يعملوا hydro test before insulation، وده في الاغلب ساعات اللي بيحصل، بتقول له exclude insulation، فده بالتالي هيشيل الويت بتاع الانسوليشن من على البايب. اوكي بس خليك دايما بالانسوليشن احتياطيا. هتلاقي هنا هو ابتدى يظهر لك هايدرو تيست، وهتروح للود كيسز خلي بالك وتعمل كليك على الهايدرو تيست علشان يو كونسيدر الهايدرو تيست كالكوليشن، وتعمل فايل اناليسز. هيطلب منك ان انت تسيف الفايل الاول قبل ما يعمل الاناليسز، سيفه تقول له اوكي. هتروح على load cases زي مثلا هنا، هتلاقيه considered ال case بتاعت او load case بتاعت الهايدرو تيست.